ننتقل إلى خبر آخر أو موضوع آخر. يعني بالكويت ممكن احنا نقول ان موضوع السمنه مهمه في الشارع الكويتي، سواء للاشخاص اللي يعانون من السمنه او الاشخاص اللي سووا عمليات ويبون يعرفون الاشياء اللي تترتب عليها، الخطوات اللي ممكن اتباعها للحفاظ على نتائج ايجابيه لهذه السمنه. السمنه خطر كبير بشكل عام على الحياه لتسببها في العديد من الامراض. طبعا اكيد يتجه العديد من ذوي الوزن الزائد او المفرط في اجراء عمليات انقاص الوزن مثل التكميم، تحويل مسار وغيرها من العمليات اللي قمنا نسمع فيها يمكن بكثرة خصوصا في الخمس سنوات الأخيرة. راح نتكلم أكثر حول عمليات إنقاص الوزن ومدى انتشارها في دولة الكويت. معنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور أحمد علي المراد، استشاري جراحة عامة وأورام وسمنة. نرحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. بشكل مختصر إذا نقدر نقول حق الناس، شلون ممكن نقيس ان هذا الشخص يعاني من السمنه وشنو درجات السمنه؟ طبعا السمنه هي تجمع دهون بشكل زائد عن المعدل الطبيعي بما ينتج عنه امراض كثيره تصيب الجسم. شلون نحسب السمنه؟ طبعا احنا نعتمد على شيء اسمه بي ام اي او الكتله. نقسم الوزن على الطول مرتين، الوزن بالكيلو وعلى الطول بالمتر، يطلع لنا الكتله الطبيعيه طبعا بين 19 و 25. اعلى من كذي نبدا الدرجات السمنه. اول شيء زياده وزن لل 30، من ال 30 هذه بدايه سمنه، لل 35 سمنه مفرطه، لما تكون الكتله 40 هاي سمنه مفرطه مرضيه، لما توصل الكتله 50 فهذه سمنه شديده. احنا نتكلم 50 كيلو فوق الوزن المفروض. لا هذه الكتله او البي ام اي. هذه اللي هذه الاشياء اللي ممكن احنا ممكن نوضحها حق السمنه. يعني لما نقسم مثلا لما يكون الوزن 100 كيلوغرام على الطول 1.6 يعني متر و60 سنتي. لما نقسم ال 100 تقسيم 1.6 تقسيم 1.6 راح يطلع لنا تقريبا الكتله 40. أوكي. فهذه السمنه مفرطه مرضيه. اوكي. احنا نقدر نقيس شده السمنه بالمعدل هذا. اوكي. يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي ان في الاونه الاخيره العمليات المرتبطه بالسمنه كثيره في الكويت، ونقدر نقول بشكل عام ونسبي انها امنه، بس من الاشخاص اللي يتطلب منهم اجراء هذه العمليات عن غيرهم من الاشخاص اللي قد يكونون يعانون من زياده في الوزن لكن ما تنطبق عليهم شروط اجراء مثل هذه العمليات؟ طبعا وزاره الصحه حطت قوانين معينه، شروط معينه عشان نقدر نسوي عمليات يعني حسب الكتله. فالكتله 35 اللي هي السمنه المفرطه لما تكون مصاحبه معها اي مرض مثل ضغط، سكر، كوليسترول، دهون على الكبد، نقدر نسوي عمليات السمنه. اذا كانت الكتله 40 وفوق بدون اي مشاكل صحيه نقدر نسوي عمليات السمنه. مثلا اذا كانت الكتله 32 والمريض يعاني من ضغط وسكر نقدر نسوي عمليات السمنه. فنعتمد وايد تقسيمه يعني من يحتاج العمليه نعتمد على الكتله. وتحديد العمليه اذا كانت مثلا تكميم او تغيير مسار هل يعتمد ايضا على وزن الشخص؟ مو على الوزن، اغلبيه على حاله المريض. مثلا طبعا عمليه التكميم هي الاكثر انتشارا بالوقت الحالي حتى بالعالم كله. نعم. ليش؟ لانها خطورتها اقل، متابعه المريض ما يحتاج المريض بعد فتره متابعه، ما فيها نقص فيتامينات وبروتينات، يعني المريض يقدر يعيش حياه طبيعيه، فاحنا نفضل عمليه التكميم. نعم. بس في بعض الحالات ما نقدر نسوي عمليه التكميم، مثلا اللي عندهم ارتجاع شديد الحم. نعم. ارتجاع يعني من عصاره المعده للمريء. نعم. الاشخاص هذول ما نقدر نسوي لهم عمليه التكميم، لازم نسوي لهم تحويل مسار. نعم. كعلاج للارتجاع بنفس الوقت علاج للسمنه. في بعض المرضى مثلا سوينا لهم عمليه تكميم، يعني مثلا الاوزان الكبيره وايد، يعني مثلا احنا سوينا 300 وزن 300 كيلو، المريضه نزلت ل 140 ووقف الوزن. للحين فيها السمنه مفرطه. طبعا استفادت من التكميم بشكل كبير. الحاله هذه نقدر نسوي تحويل مسار كخطوه ثانيه بعد عمليه التكميم. يعني انه تكمل تساعد العمليه الاساسيه اللي وقف فيها الوزن. اوكي. لما نقدر ان احنا نقول ان المخاطر اللي تترتب علينا مهما كان العمليات بشكل عام في لها سلبيات في لها ايجابيات، يمكن ايجابيات التكميم وتغيير المسار وعمليات انقاص الوزن اكيد ايجابياتها اكثر وشفناها يمكن حتى بيننا وبين اهلنا، يعني اكيد كل بيت يمكن تعرف في الكويت لازم في احد سوى احد هذه العمليات وشفنا الفرق في حياه الشخص، لكن اذا نتكلم عن مخاطرها للساده المشاهدين اللي مقبل على مثل هذه العمليات، اللي اقبل سوى هذه العمليات وحاليا مستمر فيها، شنو ممكن ننبههم على الخاطر قبل العمليات وبعدها؟ طبعا في مخاطر الايام الاولى من العمليه، احنا الخاب النزيف هذا اول يوم او ثاني يوم ان شاء الله نادر انه يحصل، ونسبته كاي عمليه ثانيه، يعني اي عمليه ثانيه راح اسويها اهم الخاب النزيف.
نخاف من التجلطات، لان المريض اللي يسوي مثلا تكميم قل يكون بعض المرات مصاحب للتوجيع ولا قله سوائل، ووايد من المرضى يدخنون، فاحنا نخاف من التجلط. طبعا نادر ان نشوفه، فننصح المريض انه ياخذ سوائل كثيره بنفس الوقت نمنع التدخين ونعطيه ابره تسيل الدم. طبعا احنا نخاف من شيء اسمه تسريب، ولله الحمد الحين بالكويت نادر ان نشوف، يعني قبل كانت النسبه اكبر وايد، الحين النسبه وايد نادره. طبعا ليش النسبه تغيرت عن قبل؟ المعدات كلها اختلفت، صارت اكثر امان يعني من السابق، الخبره صارت وايد زينه بالعمليات هذه. المشكله الاساسيه بس ان المريض اللي يدخن، فنخاف من التسريب. هو كذي كذي المفروض يمكن نقدر نحن نقول ننصح الساده المشاهدين بالامتناع عن التدخين بشكل عام، خصوصا مع تحول حياته بشكل عام من السمنه ومن الامراض الى شكل صحي اكثر. صحيح، بس للاسف في وايد من المرضى ما يلتزمون بالمساله هذه. نخاف من نقص الفيتامينات، عاده التكميم ما في نقص فيتامينات كثير. يعني نعطيه احنا المريض نعطيه اول فتره فيتامينات عشان تعوضه النقص اللي عنده، بعدين ما يحتاج ياخذه طول عمره. تحويل مسالة في اختلاف عن التكميم، انه تحويل مسالة لازم طول عمره ياخذ الفيتامينات ويتابع. للاسف هم كذي وايد من الناس ما يتابعون بعد تحويل المسالة. هذول المشاكل الاساسيه اللي نقدر نلخصها، وان شاء الله ما تحصل، لان نادر الحين قمنا نشوف هالمشاكل. الاعمار اذا نقدر نحن نقول المناسبه لاجراء مثل هذه العمليات، يعني الاكبر في السن مثل، اذا نقدر نقول شنو العمر اللي نقدر نقول انه لا يصلح انه هو يسوي مثل هذه العمليات منها؟ اهم وزاره صحه حطت قانون بالاعمار، يعني اقل عمر 12 سنه واكثر عمر 65 سنه. تقولي ليش 12 سنه يعني مو اقل؟ لان احنا بالكويت ما عندنا مركز لجراحه السمنة للاطفال، يعني لو تقارنينا مثلا بالدول الاخرى مثل السعوديه، احنا ما عندنا بالكويت للحين ما عندنا مركز للاطفال. السعوديه يقدرون يسووا له 5 سنين، في حالات 5 سنين مسووها. ليش؟ لان عندهم مركز، الاطفال يحتاجون متابعه، تغذيه، اخصائي نفسي. هل نحن في حاجه دكتور لمثل هذا؟ اعتقد السمنه مشكله خطره بالاطفال، يعني عندنا وايد، يعني 40% من الاطفال فيهم سمنه الحين، اللي تحت ال 12 سنه 40%. فنسبه كبيره، وتعرفين في السكر الحين قام يحوش الاطفال. صح، في مشاكل كثيره بالاطفال، يعني حتى المشاكل هذه السكر والسمنه تسبب حتى التخلف الدراسي بالمدارس، وحتى طبعا اكيد غير الثقه بالناس وغير المشاكل النفسيه اللي تتراكم عليه. في كثير مشاكل، فاحنا نحتاج مركز فعلا للاطفال لمتابعتهم، وان شاء الله يكون عندنا بالمستقبل ان شاء الله. طبعا اسئله كثيره يمكن تدور في بالي اكثر من الاسئله اللي موجوده على الاوراق. بعد العمليات استمرار نقدر نقول الشخص اللي سوى مثل هذه العمليات استمراره في نظام غذائي مستمر، في حال عاد الوزن للارتفاع شنو ممكن تتراكم عليه من عواقب؟ هل ممكن يرد يسوي عمليه مره ثانيه؟ هل ينصح باجراء العمليه او انه لا، لان سويتها مره ما المفروض نعيدها؟ شنو ممكن احنا نقول هذا الموضوع؟ نسبه نجاح اصلا العمليات التكميم وتحويل المسار تقريبا 75%، يعني عندنا 10% اصلا يشلون بنزول الوزن، يعني ينزل وزنهم بعدين يرجع نفس الوزن اللي قبل العمليه. طبعا انا كله اقول لهم هذا مو فشل، لان خلنا اعطيك مثال، مثلا اللي يبدي على وزن 100 ويسوي العمليه يوصل مثلا 70 بعدين يرجع لل 90 خلال مثلا 5 سنين، اقول له انت لو مو مسوي العمليه يوم كان وزنك 100 كان الحين انت وزنك 130. احنا ما نحسبها كذي، احنا والله انا بسويت عمليه رجعت الحين 100 مثلا. طبعا في اسباب كثيره، احد الاسباب انه خاصه العمليات القديمه يعني كانت طريقة مختلفة عن الطريقة الحالية، جزء كبير من المعدة كان يبقى ما ينشال بالعمليات مثلا 2009 2008 2010، فاحنا نتأكد ان حجم المعدة يعني استوصل بشكل كامل. بالحالات هذه نقدر نسوي مثلا اعادة تكميم. بعض الحالات مثلا اللي عندهم فقر دم هذا يساعد على زيادة الوزن، اللي عندهم مشكلة بالغدة الدرقية اللي فيهم خمول هذا هم يساعد على زيادة الوزن. وبالنهاية المريض يعني لازم يحط بباله أنه لازم يبذل مجهود كرياضة، ولازم ينقي الأكل الصحي أكثر. طبعا أكيد. إذا في أيضا من الأشياء اللي مكتوبة هنا، هناك أوبر انتشرت مؤخرا لإنقاص الوزن، هل فعلا هناك نقدر نقول طريقة جديدة لإنقاص الوزن عن طريق الأوبر، وهل تنصح فيها السادة المشاهدين؟ ممكن طبعا بشكل الأوبر اللي كانت تستخدم للسكر لعلاج السكر، هي مو قبل انقاص الوزن، هي تفيد في بعض الحالات، هي مثلا انقاص بين 6 ل 10 كيلو، يقال ان 10% من الوزن الجسم، يعني اذا كان الوزن 100 يتنزل 10 كيلوات تقريبا خلال شهرين.
طبعا هذه كطريقه مساعده، مثلا اللي حط بالون، البالون احنا نعرف ان اول ايام اول شهرين ثلاثه ينزل الوزن اول شهرين بعدين يوقف، فنقدر نعطي الابره تساعد بقاس الوزن بشكل اكثر. يعني واحده من فوائد الابره هذه علاج السكر انها تنزل الوزن وتقلل الشهيه، فنقدر نستخدمها كعلاج مساند. وهي ابر يعني اسبوعيه او شهريه؟ وهي يوميا المريض ياخذها ويبدي فيها من يعني بالتدريج لما يوصل الكميه المناسبه. مشكلتها انها قد تسبب ترجيع ولعب بالشب، ما لها مشاكل كثيره، بس انها فعلا قاعد تساعد انها شويه تزيد بنقاس الوزن. هل هذه ممكن نحن نقول احدث تقنيه وصل لها العلم او الطب في انقاص الوزن؟ هي مو تقنيه، هي يعني كعلاج مساند. شنو ممكن نقول احدث تقنيه وصل لنا بالوقت الحالي؟ افضل تقنيه التكميم حق علاج السمنه. اما احنا نتكلم عن 5 كيلو 4 كيلو ل 10 كيلو نقدر نستخدم الابره السكسبل. نصيحه ممكن نوجهها للساده المشاهدين في البدايه، خصوصا ان احنا يمكن في مجتمع مثل ما ذكرنا قبل شوي، يعني هناك لوم على شنو اسباب اللي ممكن ان هي تسبب للشخص السمنه، سواء كانت عن طريق توفير المطاعم والطلبات، وهذا اداره او اراده الشخص نفسه في التحكم برغبه الاستمرار في الاكل مثل هذا. شنو ممكن نوجه الكلمه اخر للساده المشاهدين للحفاظ على الوزن وعدم التعرض او عدم التطرق لمستويات تخليه يضطر انه هو يسوي مثل هذه العمليات؟ المشكله الاساسيه الحين مثل ما انت عارف الاكل متوفر 24 ساعه للشخص، يعني حتى الاطفال الحين قام يدخلون اي ابلكيشن يطلب باي وقت. هذا المشكله الاساسيه الحين اعتقد انها للسمنه، لان احنا اذا نبي نحافظ على الوزن هو مرض هرموني بالجسم، يعني هو مرض في هرمون اسمه غريلين، هذا هرمون الجوع اسمه. احنا اذا يكون في خلل، يعني يكون في خلل اذا جعنا وكلينا وجبه دسمه يبدي يرتفع بالدم يرتفع، وهو اللي يحافظ على السمنه. فاحنا اذا حافظنا على خاصه وجبه الافطار، يعني اذا بدينا بالافطار من عمر صغير وقسمنا الوجبات على 4 وجبات ل 5 وجبات، وجبات صغيره شويه نحافظين نقلل السكريات والدهون، الجسم ما يكسب وزن ويحافظ على الوزن. المشكله ان يعني يمكن عاداتنا وتقاليدنا في المجتمع الكويتي والزوارات وما شابه، يعني دائما فيها الاكل شيء وايد اساسي والحلو وما شابه، يعني هذا ايضا يمكن من الاشياء اللي ممكن ان احنا ننتبه عليها، ويمكن يكون حتى صعب شويه ان احنا نمسك نفسنا في مثل هذه الامور. برجع حق موضوع الاوبر ما عليك امر دكتور، اذا كنا نقدر نتكلم عنه، قبل شوي تفضلت وقلت انه اللي يعاني من الغده هل تنصح فيه بالابره مره ثانيه ولا ما تنصح فيه؟ احنا لازم نعالج الغده، يعني الوزن ما بالبدايه لازم نعالج الغده، يعني اذا في عنده مشاكل في الغده ما راح ينزل الوزن الا اذا لما نعالج الغده بالهرمون الغده. يعني يعني اذا عالجنا الغده يعني شفنا التحليل طبيعي، فحال اي انسان ثاني يعني ممكن ينزل الوزن بشكل طبيعي. وايضا نقطه هم بعد ثالثه اخيره، الكبسوله الذكيه اللي ايضا هم من الاشياء اللي شفناها وايد تتداول في حتى اوساط التواصل الاجتماعي، وايد ناس تكلم عنها، هل هذا شيء فعلا موجود؟ هل فعلا تنصحون في الناس اللي تبي تنزل؟ يمكن نقدر نقول يعني ان كيلوات قليله، يعني مو بالحجم اللي يستاهل. الكبسوله الذكيه نفس اي بالون ثاني، فائدتها انها بدون بنج، يعني تحطينها بدون بنج وتنشال بدون بنج، يعني تنزل من كيفها مع الفضلات. اما الكبسوله قصدي البالون الاعتيادي انه لازم عشان تركبينه لازم تاخذين بنج، وعشان تشيلين لازم تاخذين بنج. طبعا بانقاص الوزن هم عاده بين 7 و10 كيلو، المشكله الاساسيه ان الوزن اللي تنقصه الكبسوله او البالونه ما يستمر مده طويله. نعم. فتنفع الشخص اللي يقول انا بنزل وزني عشان استمر بالرياضه. يعطيك العافيه دكتور، يعني الاسئله كثيره واحس انه حتى بالسياره قاعدين يسالوني يقولون لنا سالي كذي وسالت، يعني فعلا في اسئله كثيره، الموضوع جدا مهم وشيق خصوصا في المجتمع الكويتي. يعطيك العافيه على هذه التوضيحات. كان معنا في الاستوديو الدكتور احمد علي المراد، استشاري جراحه عامه واورام وسمنه، شكرا على هذه التوضيحات للساده المشاهدين. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك. نكمل معكم.